السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الأولى. اليوم راح نسوي هذا الفيديو التعليمي لمحاضرتنا لهذا اليوم. في المحاضرات السابقة تناولنا عن مادة الحاسبات مجموعة من المعلومات. قلنا إنه الحاسبات أو الحاسبة عبارة عن 3 عناصر رئيسية ممكن تكونها، اللي هو الكيان المادي، الكيان البرمجي، والشخص المستخدم للحاسبة. قلنا أن الكيان المادي ممكن ينقسم إلى وحدات إخراج، وحدات إدخال، ووحدات خزن، وتناولنا كل وحدة من هذه الوحدات، وحدات الإنبوت، الإدخال، وحدات الأوتبوت، الإخراج، ووحدات الخزن. نجي ننتقل إلى الوحدات، أيضاً الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية اللي تكلمنا عنها داخل الحاسبة. اليوم راح نتناول الكيان البرمجي اللي داخل الحاسبة، اللي هو عبارة عن أنظمة تشغيل تشغل الحاسبة اللي هو نظام الويندوز، وبرامج تطبيقية تشتغل داخل هذه الحاسبة. على مود نسلط الضوء على هذا الموضوع، راح نبدي بالويندوز كنظام تشغيل من أهم أنظمة التشغيل. كذلك راح نبدي بالتطبيقات الأخرى اللي ممكن تشتغل داخل نظام الويندوز. هذا هو واجهة الحاسبة عندما تفتحها مثل ما تشوفون بهالشكل التالي. بالمحاضرات أخذنا مكونات سطح المكتب الديسكتوب. ما هي مكونات سطح المكتب؟ ممكن يجيكم سؤال كامل عن مكونات سطح المكتب. نجي مكونات سطح المكتب، خلنا نعرف هو شنو سطح المكتب أصلا. هذا هو سطح المكتب، هذا هو سطح المكتب اللي نشتغل عليه. يتكون أو نسميه أولاً الديسكتوب. يتكون الديسكتوب من باك جراوند خلفية، والأيكونز الأيقونات، والديسكتوب أيضاً يتكون من التكس بار شريط المهام هذا الأسود اللي جوا. نجي إلى الديسكتوب. كنا يتكون من الباك جراوند، والباك جراوند ممكن نبدلها إن شاء الله على المحاضرات الجاية أشرح لكم إياها. نبدلها بعدة طرق، يا أما نحط صورة، يا أما نختار منظر معين طبيعي ونخليه كباك جراوند كخلفية للحاسبة مالنا. نجي على الأيكون اللي يتكون الديسكتوب اللي هو سطح المكتب. عندنا أيكونات رئيسية وأيكونات فرعية. الأيكونات الرئيسية هي الأيكونات التجي ويا الحاسبة، أول ما تشتري الحاسبة هاي الأيكونات المفروض موجودة، اللي هي this computer أو my computer، يختلف من حاسبة إلى أخرى تسميته. إحنا هنا نسميها اليوزر، هي الدوكيومنت والريسايكلبل والنتورك. هاي هي الأساسيات، أجيب لكم إياها: my computer، الدوكيومنت، ريسايكلبل والنتورك. الأيقونات الأخرى اللي ممكن نشتغل عليها فهي أيقونات إحنا منزليها، إحنا دنشتغل عليها، إحنا نزلناها ونصبناها. هاي يسموها الأيقونات الثانوية، مثل إيش؟ مثل الفايبر، الواتساب، إلى آخره من الأيقونات اللي تشوفوها هنا. نبدي نحكي عن الفقرة الأخرى اللي تكون الديسكتوب، اللي هو التكس بار شريط المهام. التكس بار شريط المهام اللي هو هذا الجو هنا. التكست بار عنده 3 أجزاء. الجانب الأيسر يحتوي على قائمة ستارت، اللي حاسبته أنا بالنسبة هنا نظام آخر، فتكون بشكل مستطيل أو مربع، بالنسبة لغير أنظمة دويرة ملونة. نجي هنا بالنص، أي شيء لحم فتحة وين يصير؟ يصير بالجزء الوسط من التكس بار. يعني هسه أنا إذا ردت أفتح مثلا أي كود، مثلا كود برنامج معين، بعد وين صار؟ صار هنا بالنص انفتحة بهالشكل. زين، نجي على الجزء الأيمن من التكس بار. يتكون الجزء الأيمن من التكس بار علامة الوقت والتاريخ، ولحعلمكم شلون نبدلها، علامات الصوت، الشحن، النت، إذا مثلا أنا هنا منصبة واعو بهالشكل، يعني هواية شغلات معلومات.
نجي ننتقل إلى الجزء الأيسر من التكس بار. شن هي مكوناته؟ قائمة ستارت. سؤال كامل يجيكم، ما هي قائمة ستارت؟ أهم قائمة بداخل الويندوز اللي هي تحتوي على كل المعلومات. خلنا نجي نشرحها شوية، قائمة ستارت شلون ما احنا شايفيها بالكتاب. هسه قلنا مكونات سطح المكتب، أول شي قائمة ستارت، ستارت منيو أحد أهم مكونات الويندوز، شريط المهام التكست بار، وسطح المكتب اللي يتكون من الأيكونز أساسية وثانوية، وعرفنا شنو الأساسية وشنو الثانوية نجيبها بالامتحان. نجي إلى قائمة إبدأ. قائمة إبدأ بالنسبة للأنظمة القديمة، يعني أنا ويندوز مالتي حديث لذلك ما في هاي التفاصيل، بس أنا راح أشرح لكم إياها هنا ونرجع أشرحها على النظام مالتي. الويندوز 7 بالنسبة لجهازة ويندوز 7 باعوا ستارت، شلونها؟ ستارت مدورة هنا تصير، باعوا هاي هنا ستارت، من تضغط عليها تفتح لك هذه القائمة. قائمة ستارت تتكون من جزئين مهمين، جزء أيمن وجزء أيسر. الجزء الأيمن والجزء الأيسر كل واحد منهم يتكون من شيء. أول جزء من قائمة ستارت شيء اسمه All Program، يعني كل البرامج. أي برنامج ضايع تدور عليه بهذه الطريقة من All Program، وأكو آخر الملفات، هاي باع الفوق All Program، هاي سموها آخر ملفات أنت مشغلها يخزن لك إياها، وأي سهم تفتحه يفتح لك الملفات الباقية. زين، الجزء الآخر من ستارت هو حقل البحث. حقل البحث أي برنامج، أي مشكلة عندك، أي ملف ما تقدر توصله تعرف اسمه اكتبه بحقل البحث، هو اللي حيدور لك عليه. وأكو مستندات أخرى موجودة، الدوكيومنت، الهالب إلى آخره. فنجي نطبقه على مالتنا الحاسبة، هاي الحاسبة مالتي فتحتها باعه، هذا الجانب الأيسر الأيمن أقصد، وهذا الجانب الأيسر. هنا راح أسوي لكم الـ All Program. All Program أدور لي على كل البرامج، هاي الـ All Program بدي أقصدها، هاي الـ All باعوها، هاي الـ All بدي أقصدها يعني. هو مسميها All. تفتح أي برنامج من البرامج تقعد تدور عليه. هنا عندنا هذا هو جانب البحث، هذا هو أي برنامج تدور عليه، مثلا Control Panel أو الكاميرا أو الكالكوليتر اللي هي الحاسبة باعوها، هاي طلع لي إياها الحاسبة باعوها، طلع لي الحاسبة. عشان لقيتها الحاسبة لقيتها فقط دست بالستارت، دست وين؟ هنا بالستارت دورت عليها، دورت عن أشخاص معينين دور عليهم أو عن برنامج أو عن ملفات خاصة إلى آخره من هذه الأمور. زين نرجع بعد شنو أكو بالستارت؟ أكو هاي البرامج اللي إحنا شفتوها بهاي الجهة، هاي الجهة النظام يفرق شوية عندي بس هي نفس الفكرة، هذه يسموها آخر البرامج المشتغلين عليها، لذلك أنت من تقرأ اقرأ لي على هذا، هذا اللي أريده يعني. شنو مكونات سطح المكتب؟ من شنو يتكون سطح المكتب؟ من على شنو يعتمد؟ هذه Start Menu يعني قائمة ابدأ ومكوناتها جانب أيمن وجانب أيسر. الجانب الأيسر يحتوي على الملفات مثل My Document إلى آخره من الملفات، والجانب الأيمن يحتوي على All Program والآخر برامج مشغليها. نجي شريط المهام التكست بار وسطح المكتب الديسكتوب ومكونات الآيكون والباك جراوند، وأيضا أبيها آيكونات فرعية وآيكونات رئيسية، هذا الأساس اللي تقرأ عليه. بعدها مكونات قائمة إبدأ، هذا هو الجواب كامل أريده. من شنو تتكون قائمة إبدأ؟ تتكون من جزئين، جزء أيمن وجزء أيسر. الجزء الأيسر بها All Program وبها آخر البرامج اللي مشغليها. الجزء الأيمن بها مجموعة من البرامج، كان يكون الحاسبة، تكون يعني برامج الرسم مثلا، الدوكيومنت إلى آخره من برامج.
مو إلا تذكر لي البرامج، بس يعني جزء أيمن وجزء أيسر، كل واحد مكون إلها. هنا عندنا شريط بحث علمت لكم إياه هسه، أي برنامج تكتبه هنا تكتبه راح يطلع لك بالبحث ويطلع لك البرنامج تقدر تفتحه. يعني أي برنامج أنت مضيعه ما تلقاه فقط اكتب اسمه هنا بالبحث، اللي هو هذا هنا. يعني بالنسبة لي نجي على جزء مهم من الستارت، نجيب لكم شنو معنى بأول بروجرام إلى آخره. نجي على تشغيل وإيقاف الحاسوب. إذا ردنا شغل الحاسبة مالنا أكو زر أو أكو نقطة تشغيل مرسوم هي عليها علامة التشغيل، فقط نضغط عليها لحد تشغل لنا الحاسبة. أوكي، عرفنا شلون نشغل الحاسبة. نجي إذا أريد أطفي الحاسبة، هاي علامة التشغيل تختلف من حاسبة إلى أخرى، بس المهم علامة الأون والأوف عليها. بس انتبه انتبه، احيانا اكو اخطاء توقعون بها من يصير خلل بالحاسبه راسا تدوس اطفاء منها. هاي النقطه اللي دا احكي عليها الموجوده بالحاسبه، هاي نقطه تشغيل. ممكن اوكي بالحالات الاضطراريه تطفي لك الحاسبه، لكن حاول دائما تسوي شت داون للحاسبه، تضرب الحاسبه اذا راسا طفيتها وهي البرامج بعدها مشغوله والنظام بعده دا يشتغل، راسا تنطيها امر انه هي تطفى فتدمر لك الحاسبه. دائما قبل لا تطلع تسوي شت داون. شنو يعني الشت داون؟ يعني طفي الحاسبة، يعني إيقاف تشغيل الحاسبة. أهم كلمة عندكم اليوم هي الشت داون. نجي شنو معنى الشت داون؟ خيارات الشت داون، إطفاء الحاسبة. عندكم من نفتح الشت داون، من نفتح علامة التشغيل والإطفاء، عندكم مجموعة من الخيارات، مثلاً switch user هاي يستخدموها إذا أردت تسمح الشخص آخر يدخل على حاسبتك، تبديل المستخدم، تطي العلامة اسم تطي اسم وتطي كلمة السر على مود يقدر يدخل. هاي أغلب الحاسبات لازم يعرف هنا كلمة السر، وهاي يسموها switch user، يعرف كلمة السر واسم المستخدم مالتك طبعاً لازم حاطه. lock off للمستخدم الحالي، غلق كل البرامج يعني الشخص الداخل، صح هو انت اعطيت سويتش يوزر يقدر يفوت بس انت مسوي لوك اوف للبرامج. تأمين لوك، منع اي شخص ممكن يدخل. ريستارت، دائما ينصحوكم بالريستارت، يعني اعادة تشغيل الحاسبة. احيانا مو توقف الحاسبة، تهنك الحاسبة احيانا، فكل اللي تحتاجه انك تسوي اعادة تشغيل للحاسبة يسموها ريستارت. هاي من المصطلحات كلها بالانجليزي دا احكي بيها اريدها، ريستارت. ريستارت يعني اعادة تشغيل الحاسبة. طبعا يسووها اكثر شيء بالتنصيب اكيد. نجي الى سليب، يسوي ايقاف مؤقت، احيانا يوقف الحاسبة اذا انت ما تستخدمها وما لك شغل بيها حاليا، ف يسوي لك سليب، ينومها للحاسبة على مدة تقلل استخدام الكهرباء. نجي على أهم جزء، شلون تسوي شت داون. هي شت داون إيقاف التشغيل، شت داون كلش مهمة. هي من تدوس شت داون بس يطفي لك الحاسبة. خلينا نباوع هنا، بالنسبة لي أنا النظام شوية أعقد فمعظمه هي هذا باول سويتش، هذا اللي احكي عليه الباور. بي السليب، بي الشت داون، وبي الريستارت. هاي اهم ثلاث فقرات بالنسبه لي انا، البقيه اريدهم انا ما مفعل البقيه. زين السليب تنوم الحاسبه، تعطيها مثل الغفوه على مود تقلل استخدام الكهرباء. الشت داون هي اهم شيء، بمجرد ما تدوس شت داون المفروض انت كل الملفات سادها، لان راح يسالك إذا ما ساد ملف راح يسألك أسد لك إياه لو لا، فأنت غلق الملفات كلها. شان أغلق الملفات بهالشكل، من هاي الإكس تشوفوها الصغيرة أغلق ملف، هنا هاي أيضا هم أكو إكس، وإذا هنا هاي أيضا أكو إكس تطلع هم أغلق منها، فبتلاحظون بكل بوكار أكو إكس. زين بعد شنو عندنا بالباور؟ عندنا الريستارت. أحيانا من توقف الحاسبة ومتى تشتغل سوي لها ريستارت، صار عندها خلل تعطيها أكثر من أمر فالحاسبة تهنك. اليوم إلى هنا رح نختم محاضرتنا، يا رب تكونوا استفاديتوا منها.
أنا محدثتكم ست نور، وإن شاء الله ألتقيكم بمحاضرة جديدة. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نشتغل على المجلدات والملفات، أعلمكم شلون تفتحون، شلون تغلقون، شلون تسوون كوبي، شلون تسوون كات للملف إلى آخره. اليوم حكينا عن الستارت، عن الديسكتوب، عن التكست بار، والشت داون، والستارت، والسليب، واللوج، وإلى آخره من المصطلحات اللي أريدها منكم. يا رب ألتقيكم بخير إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم بالدرس الجاي. نلتقي إن شاء الله.